اشتغل في الاعلام المقاوم ضد العدوان على اليمن مده ما يقارب 7 سنوات. محصلات الدراسيه الجامعيه بكالوريوس اعلام علاقات عامه واعلام. وكان من داعي السرور اني اتيت اليوم الى الزياره. انا واعداد من الاشخاص لا يقارب عن 3 أو 4. نحن عندما اتينا الى كربلاء الحسين سلام الله عليه كانت لنا يعني فرحه غير متوقعه، لان احنا حضرنا هذا المسيره المليونيه التي يحضرها شيعة العالم، يحضرها كل منصف. وكان لنا الشرف الكبير في اقامه معرض في بعض المواكب الاخوان الشيعة في العراق وتوصيل رسالتنا الشعب اليمني ومظلومه الشعب اليمني. نتمنى ان يكون هناك حضور كبير للشعب اليمني عبر هذه الحسينيات وعبر هذه المواكب لتوصيل توصيل صوت الشعب اليمني. ليعلم العالم كله ان الان اليمن تعيش في ظروف صعبه جدا، لا يستطيعون ان ياتوا الى زياره الامام الحسين او ان يذهبوا مثلا للعلاج او الى اي شيء. اصبحت الان المطارات مغلقه، اما الباقي الحدود فيها كلها حدود بحريه. بالنسبه للحدود البحريه لا يستطيع المسافر اليمني لوجود البارجات الامريكيه والسعوديه والتحالف الدولي هو الان ماسك للبحر. الزوار اليمن وشيعة اليمن كان مستوى سن زيدية أو إسماعيلية أو 12، هم الآن لديهم استياء كبير جدا أنهم لم يستطيعوا أن يوصلوا صوتهم إلى الإمام الحسين. عندما يمتنع عن هذا عن الحسين هو يكون عنده يعني مأساة كبيرة جدا، أنه لم يستطيع أن يزور إماما، لم يزور أن يستطيع أن يجدد البيعة لهذا الإمام. فالشعب اليمني كله لو كان الظروف موافية لأن يأتي سيأتي الشعب كله، لأنه شعب حر. ما حدث في كربلاء الآن تحرق البيوت، تقتل الأطفال، يحرقوا كل صغير وكبير مثل ما حرقوا خيام الإمام الحسين وقتلوا أطفال الحسين. الآن الشعب اليمني يقدم نفس الفاتورة الذي قدمها الإمام الحسين، ونحن من هذا المنطلق نأتي ونستشعر هذا الموقف. الشعب اليمني يستمد من هذه الثورة الخروج ضد الظلمة. نحن حبينا هذا الذي قال إن العدو ركز بين اثنتين، بين الزلة والذلة، ولكن هيهات من الذلة. من داعي سرورنا وحضورنا في هذا المسيرة العاشورية أن نحن وجدنا هناك تلاحم كبير جدا لجميع الطوائف الإسلامية. فوجد هناك أمة محمد، أمة الحسين سلام الله عليه. من يحضر في هذا الحسين العاشوري، يحضر السني، يحضر الشافعي، يحضر الشيعي، يحضر الدرزي، يحضر العلي. فكان هناك في هذا المسيرة العظيمة تلاحم، هناك أمة واحدة تمشي إلى الحسين سلام الله عليه مثلما تمشي إلى أمة محمد صلوات الله عليه. من دول العالم لكي يعلم الغرب، لكي يعلم الأمريكان، لكي يعلم آل سعود أن أمة الحسين لم تمت، إنها أمة واحدة، لا فرق لا بين سني لا شيعي، لا فرق بين يمني أو مصري أو عراقي، إنما هو شعب أمة واحدة، شعب إسلامي. ونتمنى من الجميع أن يسمعوا صوت اليمن وأن يوصلوا صوتا إلى العالم.